السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وآل محمد. طبعا أنت قاعد بحصد لأنه في أن إحنا بإذنه تعالى دور الدجاج صغيري اليوم، اليوم الثالث بدي أنشف لها شوي، واليوم الرابع أبلش أدرج عليها. طبعا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الإنتاج شوي كثيف، وأتوقع أنه مبين وواضح يعني حجم الحب ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. الجو مناسب والموسم بلش. طبعا الفيديو اليوم هو بسيط، مش عشان افرجيكم الاوزيلا او طريقة حصاد الاوزيلا، الفيديو بس عشان نقارن بين الحوض اللي فيش فيه طحالب والحوض اللي فيه طحالب. طبعا انا احد الناس اللي كنت اقول للمزارعين عندك طحالب استخدم كبريتات النحاس. طبعا كبريتات النحاس اللي بده يغذي الطيور ما فيها اي مشكلة على الاطلاق، بس بيغذي مواشي اكيد بتضر. فانا بعد تجربتي باكثر من مرة خلص لما في حوض فيه طحالب ان نكب المي اللي فيه ونعيد زراعته، وهو الافضل والاسرع والامن. طبعا الطحالب كيف بتبلش؟ بتبلش في اي منطقة مكشوفة للشمس، بتبلش طبقة زجاجية صغيرة، هاي هي بداية الطحالب وهي هي بداية المشكلة. طبعا في الاساس يعني اذا الواحد كان مش كل مساحة الحوض مزروعة او مكشوفة بالتحريك بيقدر انه يكسرها ويلغيها. طبعا الواحد وانت بيعاني منها، يعني بنعاني منها في مرحلتين، المرحلة الاولى مرحلة الزراعة، والمرحلة الثانية مرحلة الحصاد. يعني هن المرحلتين المهمات الواحد لازم يأخذ احتياطاته. انا شخصيا مش مع استخدام كبريتات النحاس او اللي احنا بنسميها جنزارة نهائيا، الاسرع والافضل. طبعا هاي حتى هاي اللي خلينا نقول لونها على بني، او بجوز انا ما استجريش اني اقدمها للمواشي او للطيور. طبعا رايحة تكون سماد اشي بجنن، رايحة تكون سماد اشي بجنن. يعني احنا راح نقدر نعمل سماد عضوي من الاوزولا افضل من البتموس اللي بنشتريه، يعني رهيب جدا وزي الحنة زي الحنة. هاي الحوض بشكل عام. هاي الحوض الثاني انا زاره من اسبوع الحمد لله رب العالمين، بقدر اقطف منه بس مش مستعجل، مش مستعجل نهائيا، يعني الواحد يكون معاه وقت افضل. اللهم صل على سيدنا محمد. بدي افرجيكم هذا الحوض فيه طحالب، كنت بدي اشوف حوض فيه طحالب. على كل مش مشكله، ليوم ثاني ان شاء الله او لفيديو ثاني ان كان اي حوض فيه بدايه طحالب اني افرجيكم اياها. طبعا هي الكاميرا شويه مبينه أن كأنه ما فيش إشي، ولكن بالتدقيق يبين عنا اللون البني الكامل اللي سببه الطحالب. طبعا حاليا أنا عشان أحل مشكلة الطحالب رايح أشيد من برا، أشيد من برا لأنه هاي الجهة الجنوبية الشرقية والجنوبية اللي فيها بتكون الشمس قوية، معني أخفف الشمس قد ما أقدر لأنه درجة الحرارة داخل المهارات عالي جدا. يعطيكم ألف عافية.